الجمعية الفتية، هذه المتكونة حديثا من نساء ورجال أعمال في اختصاصات ومجالات متعددة، واللي أثبتوا فيها نجاحاتهم وقدراتهم بفضل الخبرة الكبيرة على مدى السنين، واللي اجتمعوا في هذه الجمعية السويدية التونسية للأعمال. الكل هم وبدون استثناء يحبوا يعاونوا المسار الاقتصادي لتونس، ورغم كل الظروف اللي تمر بها بلادنا، ونمكن الجمعية بالمساهمة في خلق وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بتكوين قواعد وبيانات محينة من الطرفين، من الطرف السويدي ومن الطرف التونسي، ولإيجاد أو لخلق طريقة عمل جديدة اللي ما زلنا الآن في صدد مرولتها، طريقة عمل حديثة فعالة يستفيد منها الطرف التونسي والطرف السويدي. هدف الجمعية يتمثل أساسا وبجانب أول في التقديم وتسهيل العمليات الاقتصادية بين تونس والسويد على مستوى الإنجاز وبعث المشاريع، وكذلك تسهيل المبادلات التجارية بين البلدين، ولما لا المبادلات الثقافية كبعث ندوات ولقاءات. الأكثرية نعاونوا الشركات المتوسطة والصغار، لكن إذا كان فما زاد شركات كبار نحاولوا باللي نعرفوه نحن نعاونوهم في اللازم. مرحبا بكم، إذا كان عندكم أي سؤال ولا أي حاجة تحبونا نشوفوها لكم لهنا في السياد، وزادة نقولوا للي يسكنوا لهنا في السياد مرحبا بكم باش تتصلوا بينا لنا في السياد. إذا كان تحبوا تكونوا الشركة متاعكم اللي انتم عاملينها لهنا في السياد، زادة تجيبوها لتونس، احنا نعاونكم في اللي لازم. أسئلة على جيس ملك السويد. أهداف الجمعية متاعنا على المدى القصير تنظيم فعاليات وانشطة تجمع بين رجال الأعمال والمهتمين من السويد وتونس لتعزيز الشبكات وتبادل الخبرات، تقديم معلومات حول الفرص التجارية في كلا البلدين، دعم التواصل والتبادل التجاري بين الشركات من السويد ومن تونس.